ولتعرف أكثر مشاهدينا حول التطورات الميدانية في أوكرانيا، ينضم إلينا الآن من كييف رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية دكتور محمد فرج الله. دكتور أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور، نبدأ بآخر التطورات الميدانية في عموم أوكرانيا وتحديدا أيضا في كييف. اليوم كان هناك حديث عن وقف لإطلاق النار للسماح بالممرات الآمنة، هل تسير هذه الإجراءات وهذه التهدئة المؤقتة كما يجب حتى هذه اللحظة من حيث سلاسة هذه الممرات الآمنة؟ تفضل. تحية لكم طبعا وللمشاهدين الكرام. بالطبع يعني لا يمن بما إعلان الحرب الروسية على أوكرانيا، من الصعب جدا الوثوق بأي شيء يأتي من العدو الروسي. رغم ذلك إن هنالك، لا نقول وقف إطلاق النار، إنما هنالك تباطؤ في القصف الروسي للمدن الأوكرانية، وهذا يسهل إلى حد ما طالما نزلنا في النهار. نعم هنالك نزوح ومرات أنا بالإبتعام سواء في الجنوب أو في منطقة أو في مدينة سومي بالشمال حيث عرفت يوم الأمس القصف للأحياء المدينة من روسيا، وفي كييف هو من السابق قصف الممر الآن نحو الجنوب ومؤمن بالقوات المسلحة الأوكرانية. رغم ذلك هنالك أصوات لانفجارات وإطلاق نار بين هنا وهناك، ولكن مقارنة بالأيام العادية هو أقل بكثير، يعطي نوعا ما بغض عمل على أن يستمر. ولكن دائما تعودنا بأن يشتد القتال في الليل، طالما نحن في النهار هذا شيء اعتيادي، ولكن ما الذي سيحدث عندما يكون جنحة الليل؟ سنتابع وأعتقد تكون الأمور أكثر، ولكن طيب. هذا تجد نسبيا يمكن أن نقول الأمر مستمر في عملية الممرات الآمنة إلى مدة 12 ساعة. طيب دكتور، نسأل عن أكثر المناطق سخونة حتى هذه اللحظة في المعارك الميدانية في أوكرانيا، أين؟ في منطقة خاركييف مثلا أم في سومي أم في دائما أو في كل المناطق الشرقية الجنوبية من أوكرانيا؟ طبعا الآن المعارك أقواها وأسخنها هي في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، لأن العدو وضع هدفه الأول من الأول إخضاع العاصمة كييف. سقوط العاصمة في أي بلد هدف يكسر معركة جيش لأي كذا، وسيحاول طبعا وضع حكومة دمية يأمر الجيش بالاستسلام. لذلك العاصمة كييف تعرض للهجوم منذ اليوم الأول، والمعارك دارئة في المنطقة الشمالية في كييف والمنطقة الغربية منطقة إربين، حيث تقريبا تعرض إلى دمار لم يتوقع أن يراه في أوروبا. في سومي وهي مدينة صمدت في الشمال لأنها تأخذ نفس الضربة الأولى للرتيل العسكري القادم من بيلاروسيا، يقدر بطوله 40-50 كيلومتر، وهو يعني قادم لعملية ربما توصف حاليا بذلك الغزو السوفيتي لأوكرانيا عام 1922 عندما أغرقت أوكرانيا بالدماء. إنه طبعا يقاوم منطقة سومي، لذلك سومي قصفت يوم الأمس من الجراد الروسي. المنطقة خاركوف وكانت المفاجأة الأكبر للجيش الروسي، حيث كان يتوقع منطقة خاركوف المتحدثة باللغة الروسية والمعروفة طول عمرها بهواها الروسي وميولها، قاومت مقاومة شرسة. وأول أمس القوات الأوكرانية استطاعت التقدم ودحر القوات الروسية خلفا نحو مدينة تشيغوي وتحرير مداخل العاصمة. في المنطقة الجنوبية سومي روسيا استطاعت أن تأخذ مركز العاصمة، مركز المدينة، وقامت بعملية تأسيس لها مطار مؤقت للمروحيات. والمشاة البحرية الأوكرانية ليلة السابع من آذار قامت المرة الأولى، انتقلت مرحلة الدفاع إلى الهجوم ودمرت مطار روسي كاملا، ودمر على أرضه 50 مروحية مقاتلة روسية. كذلك في منطقة ماريوب المنطقة الشرقية على حدود آزوف المعارك مستمرة. فهناك نقول حتى الآن نحن في اليوم الرابع عشر، لو نظرنا إلى إحصائيات الخسائر الجيش الروسي هو اليوم أعتقد فقط تصنيفه الثاني بالقوة عالميا، وكذلك هنالك طبعا تغير تكتيك في الدفاعات الأوكرانية يوما بعد يوم. فإذا كان من اليوم الأول هو اللقاءات في بطريقة اعتيادية، اليوم أصبح تكتيك أعتقد لحرب المدن. واليوم صباحا أعلنت مؤسسة الدفاع الوطني الأوكراني الصناعات بأن كل طيار روسي يستسلم القوات الأوكرانية وسلم طائرته يحصل على $1,000,000 مكافأة، ونصف
مليون على مروحية وهكذا. هذا طيب. أعتقد سيكون الآن مرحلة جديدة من النزاع. طيب دكتور، في ظل هذه المعارك الميدانية المحتدمة في مختلف المناطق في أوكرانيا، هنالك بعض التصريحات الروسية أن هناك تقدم في المفاوضات مع الوفد الأوكراني، باعتقادك بشكل عام سواء صحت هذه الأنباء أم لم تكن صحيحة، هل يمكن أن تفضي هذه المفاوضات بالممثلين؟ يعني البعض ينظر إلى من يمثل بهذه المفاوضات بالصف الثاني أو الثالث وليس القيادات الكبرى لدى البلدين، بالتالي هل يمكن أن تفضي إلى نتيجة ملموسة لوقف هذه المعركة مثلا؟ سيد الكريم، يعني دعنا نعود إلى قبل 24 من فبراير. صراحة في أوكرانيا يعني ينظرون إلى تصريحات روسيا بأنها تساوي صفر. قبل 24 فبراير، وأعتقد حتى على قناتكم الموقر كان عندي لقاءات وحوارات مع الضيوف والأخيره، وكل روسيا وبوتين أولهم كان ينكر بأنه لن تغزو روسيا أبدا أم مستحيل، وهذا حدث. عن ماذا اليوم نتحدث؟ نعم، إذا كانت روسيا تفاءلت في المفاوضات هذا يعني بأن روسيا أصبحت موقنة بأنها لن تكسب المعركة ميدانيا، وهي تحاول أمر من اثنين، إما المراوغة لكسب الوقت أو حاليا هي تريد سيناريو لحفظ ماء الوجه. لماذا؟ عندما بدأت أوكرانيا تلقى صواريخ ستينجر وجابلن وتحدث تدمير قوي وإهانة قوية للقوات المسلحة الروسية، روسيا حاليا هي مسيطرة فقط في الجو لأنه لا توجد قوات عسكرية أوكرانية قوية، ولكن مع تحرك حاملة طارد أمريكية نحو أوكرانيا ومع إقرار حلف الناتو منح أوكرانيا طائرات ميج المقاتلة، كل هذه التعزيزات عندما تتلقاها أوكرانيا هنالك الواقع سوف يتغير، إضافة أن الروح المعنوية للجيش الأوكراني اليوم تغيرت كليا. اليوم أصبح هنالك صمود، يعني اليوم لو الرئيس الأوكراني زيلينسكي طلب الجيش بالاستسلام لم يستمع له، اليوم هنالك إصرار في من طرف الأوكراني طيب. في الدفاع والصمود، في حين الطرف الروسي يستسلم للأسر يوميا للجيش الأوكراني. بشكرك جزيل الشكر دكتور محمد فرج الله، رئيس تحرير وكالة أوكرانيا بالعربية من كييف، شكرا جزيلا لك.